لزمت الباب وبست الحديد. قال ليش؟ قلت له مو بدينا نودع يوم الحبايب. هي قصة جدا جميلة. الله يحكيها. أنا من طلعت من نقرة سلمان طلعنا أنا وزهير سيف. بالتباوع طبعا سجن وأنت بي تقريبا 7-8 سنوات. أنا باوعت على السجن مرة ثانية. قلت له لزهير الله يرحمه قلت له أكو ناس أثقف من دولة برا؟ قال لا ماكو. قلت له خل نرجع. الله للسجن. فوالله ودعتك علي هذه للتأليف طبعا أقول. النقرة سلمان حديد الشاش مال حديد الباب مال. لزمت الباب وبست الحديد. قال ليش؟ قلت له مو بدينا نودع يوم الحبايب. والعشق لحظة عمر وتمر عليه.